أما ما يدور في بنغازي سيد الكريم نقول هي تصفية حسابات، بالمعنى ليفهموه في المنطقة الشرقية، تصفية حسابات ما بين فرج القعيي وما بين هذه الميليشيات الموجودة والتي دعمت عملية الكرامة. نحن رأينا كيف انهارت رؤوس كبيرة في صفوف ميليشيات الكرامة وكشفت الكثير من الملفات، فالآن بدأت هي عملية التناحر الداخلي، لأن فرج القعيي مطلع على عدة عمليات اغتيال ونهب ممتلكات وهو حتى يعتبر مشارك فيها بطريقة أو بأخرى، حقيقة مشارك في هذه المسائل التي نعيشها الآن في المنطقة الشرقية وعلى مستوى ليبيا. فلذلك هي تأتي في إطار تصفية الحسابات ما بين هذه الميليشيات الموجودة في المنطقة الشرقية، ولكن وضع قعيم يختلف أنه أخذ الحماية الكاملة من عجل من خلال التكليفات المزورة التي يعطيها لها.